بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب وطالبات شركة أفاق التعليمية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ومع الملف التحصيلي للصف الأول الثانوي، كما قلنا أنها أسئلة ليست مرتبة تبعا للموضوعات، ولكن أسئلة مختارة من التجميعات السابقة. السؤال بيقول هنا: في الشكل المجاور ما قيمة X؟ طبعا المرسوم أمامي هنا مستقيمان متوازيان. لو أنا رسمت مستقيمين أيضا متوازيين، ففي بعض الزوايا بتكون لها علاقات مع بعض، مثلا زي الزاوية 1 والزاوية مثلا 2، دول اسمهم زوايا متبادلة خارجية. الزاوية مثلا A مع الزاوية B أيضا دي زوايا متبادلة خارجية. سواء كان في تبادل داخلي أو تبادل خارجي أو تناظر، كل العلاقات بتكون علاقات تساوي، عدا علاقات التبادل الخارجي أو الداخلي أو التناظر، بيكون مجموع الزاويتين بيساوي 180 درجة. يعني مثلا احنا قلنا A مع B تبادل خارجي، 1 و 2 تبادل خارجي. لو قلنا الزاوية اللي هنا مع الزاوية اللي هنا أيضا ده تبادل داخلي، الزاوية اللي هنا مع الزاوية اللي هنا تبادل داخلي. يعني لما يقول لي الزاوية دي ب50 يبقى الزاوية اللي هنا بكام؟ ب50. لما يقول لك الزاوية اللي هنا ب100 يبقى الزاوية اللي هنا بكام؟ ب100. ليه؟ عشان خاطر علاقات تساوي. طب التناظر زي ايه مثلا؟ زي الزاوية اللي هنا مع الزاوية اللي هنا، زي الزاوية 1 مع الزاوية 2، زي مثلا الزاوية دي مع الزاوية دي، يبقى اسمه ايه؟ التناظر. يعني موجودة في نفس المكان. يعني لو قال لي الزاوية دي مثلا 70، يبقى إذا الزاوية دي هتبقى كام؟ 70 بالتناظر. تمام؟ طيب الآن السؤال موجود عندي، عاوزين نشوف العلاقة الموجودة بين الزوايا. إذا لم تكن علاقة تبادل أو علاقة تناظر، يبقى إذا على طول أجمع الزاويتين مع بعض. طيب الآن أنا عندي أدي المستقيمين وأدي القاطع لهم. الزاوية اللي هنا 2x والزاوية اللي هنا 3x زائد 60. هل الزاويتين دول في علاقة تبادل؟ طبعا لا، لأن التبادل بيكون مع الزاوية اللي هنا. طب هل علاقة تناظر؟ لا، تناظر مع الزاوية اللي هنا. طب يبقى إذا لا تناظر ولا تبادل، خلاص أجمعهم مع بعض، 2x و3x يبقوا كام؟ 5x زائد 60 بيساوي كام؟ 180 درجة. اطرح من إيه؟ من 180 60، يعني 100 وكام؟ 120 تساوي 5x. قسم على الخمسة، قسم على الخمسة، يبقى إذن الإكس تساوي كام؟ 24 درجة. يبقى إذن قياس قيمة إكس تساوي كام؟ 24. السؤال بيقول: إحداثيات رؤوس متوازي الأضلاع A B C D. يعني لو أنا عندي متوازي أضلاع بالشكل التالي، اسمه A B C D، وكان عندي إحداثياته كما هي موضحة 1 و3، وبي 0 و0، وسي بتساوي 5 و-1، ودي تساوي 6 و2. ما إحداثيات نقطة تقاطع القطرين؟ القطرين اللي هم القطعة المستقيمة الواصلة بين الرأسين غير متتالية. معروف في الأشكال مستطيل، مربع، معين، متوازي أضلاع، القطران ينصف كل منهم الآخر. طيب يبقى إذن النقطة، نقطة التقاطع هي عبارة عن نقطة منتصف. طب نقطة المنتصف احنا بنجيبها ازاي؟ عن طريق القانون اللي احنا أخذناه في الترم الأول. أقسم على 2، أجمع الإكس مع الإكس وأقسم على 2، والواي مع الواي وأقسم على 2، بس بشرط أن يكون النقطتين غير متتاليين، يعني يكون نقطة خاصة بالإيه؟ بالقطر كامل كده. يعني ما ينفعش أخذ A مع B، لا، أخذ A مع C، أو C مع أو B مع إيه؟ مع D. طيب نجرب هنا، 0 نجمعها مع 6، 0 و6 يعني 6 على 2. طيب 2 و0 يعني نجمع الإكس مع الإكس والواي مع الواي، يبقى إذا 2 على 2. طيب 6 على 2 فيها الكام؟ فيها 3، و2 على 2 فيها الكام؟ فيها الواحد، يبقى إذن الجواب يطلع 3 و1، يعني الجواب دي. طب تعال نجرب كده نشوف هل A و D و A و C هيطلع نفس الكلام، 1 و5 تطلع 6. طيب
سالب 1 و 3 يطلعوا 2 أو 2 على 2 و 6 على 2 يطلع نفس الجواب 3 و 1. طبعا ذكرنا في السؤال السابق العلاقة بين الزوايا لما يكون عندي مستقيمين متوازيين. السؤال هنا بيقول لي أوجد مجموع قياسات الزوايا الموجودة أمامي A زائد D زائد F زائد G. السؤال المستقيم ده ما لناش علاقة بيه لأنه ما لهوش إيه استخدام. أنا عندي مستقيمين متوازيين وفي قاطع لهم، هنا أكتب الزوايا اللي مطلوبة مني فقط بس عشان أقدر أوضح يعني إيه المطلوب إيه العلاقة اللي بينهم. أولا هنا قال لي A وقال لي D، خلاص يبقى نكتب D، يعني قال لي A وقال لي D. نكتب بعد كده قال لي F، F هنا، وقال لي مين؟ LG. طيب تمام، لو لاحظت تلاقي الزاويتين المتجاورين اللي هما بنسميهم متحالفتين مجموعهم بيساوي 180 درجة. طيب خلاص يبقى نكتب D زائد F مجموعهم بيساوي 180 درجة. خلاص يبقى أنا عندي كده جمعت الزاويتين D و F بيساوي كام؟ 180. باقي A وباقي G. طب ما الدي بتساوي ايه بالتقابل بالرأس؟ زاويتين متقابلين بالرأس، الزاويتين متقابلين بالرأس، الزاوية دي مع الزاوية دي، يبقى اذا دي لو شلناها ممكن نكتب مكانها ايه. طب والاف ايضا بتساوي جي بالتقابل بالرأس، يعني الاف لو شلناها نكتب مكانها ايضا جي، اذا لو جمعناهم يطلعوا لي قياسهم كام؟ 180 عشان متساويين. يبقى اذا انا عندي كام؟ 180 مرتين، يبقى اذا 180 180 يعني كام؟ 360. هنا بيقول لي إذا كان عندي متوازي أضلاع فيه القاعدة تساوي 9 والضلع المائل 6 وزاوية القاعدة 30، ما هي مساحته؟ معروف مساحة متوازي الأضلاع تساوي القاعدة في الارتفاع طيب أنا عندي متوازي أضلاع لازم لما اجيب مساحة متوازي الأضلاع بيقول لي قاعدة وارتفاع، يعني ما ينفعش الضلع المائل. القاعدة بيقول لي 9 والارتفاع بيقول لي 6، الضلع المائل 6، وانت بتقول لي ان المساحة عبارة عن قاعدة في ارتفاع. ما عنديش ارتفاع، الارتفاع لازم يكون عمودي على القاعدة. تمام، يبقى لازم اضرب 9 في الضلع ده. طب الضلع ده بكام؟ هو بيقول لي ان الزاوية دي ب 30 اللي هي ما بين الضلع المائل وما بين القاعدة. في قاعدة خدناها في المثلث القائم الزاوية، بيقول لو عندي مثلث قائم الزاوية تحفظها تركز فيها جدا، لو في زاوية قياسها 30 درجة في المثلث القائم الزاوية فإن الضلع المقابل للزاوية 30، الضلع المقابل للزاوية 30 اللي هو الضلع ده هيساوي نصف طول الوتر، يعني لو الوتر 10 يبقى إذا الضلع ده بيساوي كام؟ بيساوي 5. طيب الوتر أنا عندي هنا بيساوي كام؟ بيساوي 6، يبقى إذا الضلع المقابل للزاوية 30 هيساوي كام؟ هيساوي نصفه، يعني كام؟ 3. يبقى إذا مساحة متوازي الأضلاع هتساوي 9 في الارتفاع اللي هو 3، يعني بتساوي 27، يبقى الجواب يطلع 27. سؤال هنا بيقول لي ما قياس القوس؟ أخذنا العلاقة بين الزاوية المحيطية وقياس القوس، قلنا قياس القوس بيساوي نصف قياس الزاوية القوس المقابل له، يعني أنا عندي ده القوس المقابل للزاوية المحيطية. لو القوس ده بمية يبقى إذا الزاوية بكام؟ بخمسين. لو القوس بثمانين يبقى الزاوية بكام؟ بأربعين. الآن أنا عندي هنا الدائرة داخلها مثلث متطابق الضلعين، يعني الضلع ده بيساوي الضلع اللي هنا، والزاوية اللي هنا بكام؟ بثمانين. معروف مجموع زوايا المثلث 180، أخذنا منها 80 يبقى الباقي 100، يبقى إذا 100 نقسمها على 2 يبقى هنا 50، وهنا كام؟ 50، لأن زاوية القاعدة قلنا متساوية. طب دي زاوية محيطية، زاوية محيطية، وده القوس اللي احنا عاوزينه، يبقى قياس القوس مقابل للزاوية المحيطية يبقى هيساوي ضعفها، يبقى 50 في 2 يعني بكام؟ يعني ب 100. الآن بيقول لي مساحة المعين، مساحة المعين، مساحة المعين هي مساحة المربع نصف حاصر ضرب القطرين. طيب أنا بالنسبة لي المربع أقطاره متساوية والمعين أقطاره غير متساوية، لكن هما الاثنين نفس مساحة المعين، اضرب القطرين في بعض واقسمهم على اثنين. طب المعين الموجود عندي الان
مساحته ازاي اجيبها عن طريق الاقطار؟ انا عندي القطر الاول بيساوي 9 والقطر الثاني بيساوي كام؟ 6، يعني قطر ب9 وقطر ب6، يبقى اذا اضرب 9 في 6 واقسم على 2، يبقى اذا هتساوي 27 مساحة المعين. AE تمثل ايه هنا في الشكل الموجود امامي؟ عندي مفاهيم مختلفة، لو كان عمودي او عمود وينصف القاعدة، او ينصف القاعدة فقط، او ينصف الزاوية فقط. طيب اذا كان ينصف الزاوية يبقى بنسميه منصف الزاوية، لو كان ينصف القاعدة بنسميه متوسط او بنسميها قطعة متوسطة. طيب لو عمود وفي نفس الوقت بينصف القاعدة يبقى بنسميه عمود منصف. طيب لو كان عمود فقط على القاعدة، يعني يصنع زاوية قائمة مع القاعدة فقط دون ان ينصفها، يبقى بنسميه ارتفاع. طب الموجود في السؤال هنا ايه؟ عمودي على القاعدة ولكن لا ينصفها، يبقى بنسميه ارتفاع. هنا بيقول لي اذا كان عندي اكس ناقص 1 على اكس زائد 1 تساوي 6 على 5، فما قيمة اكس؟ هنا ممكن نحل السؤال بالتجريب لانها عملية حسابية عادية خالص. اكس ناقص 1 على اكس زائد 1 تساوي 6 على 5، يبقى اذا استخدم التجريب. لو انا اخذت 11 مثلا ناقص 1 تعطيني كام؟ تعطيني 10. طيب تحت 11 زائد 1 يعني 12. طيب 10 على 12 يعني البسط اقل من المقام، مع ان الجواب عندي هنا البسط اكبر من المقام، يبقى اذا الخيار ده خاطئ، يبقى لا يصلح. الواحد لا يصلح لاني لما اقول 1 ناقص 1 تعطيني 0، 0 على اي قيمه بتساوي 0، والناتج انا عندي 6 على كام؟ على 5. وسالب 1 لا يصلح، يبقى اذا نشوف سالب 11. لو عوضنا بسالب 11 مكان الاكس، يبقى سالب 11 ناقص 1 يبقى تعطيني كام؟ سالب 12. يبقى سالب 11 يبقى سالب 12 على سالب 11، هنا سالب 11 اهو، هنا سالب 11. لو عوضت بسالب 11 زائد 1 تعطيني سالب 10، السالب على السالب بموجب 12 على 10 بعد التبسيط، على 2 فيها 6، على 2 فيها 5، يبقى اذا الجواب يطلع 6 على 5. مثلث متطابق الضلعين، طول الضلع 10، يمكن ان يكون الضلع الثالث كام؟ لو انا عندي مثلث متطابق الضلعين، الضلع هنا بيساوي الضلع هنا، يعني هنا 10 وهنا 10، الضلع الثالث لازم يكون كام؟ في قاعدة بتقول لي مجموع الضلعين، مجموع اي ضلعين لازم يكون اكبر من الضلع الثالث. طيب انا عندي ضلعين معلومين اهو، اجمعهم 10 زائد 10 بتساوي كام؟ 20. يبقى لازم الضلع الثالث يكون اقل من 20. مين في الخيارات اقل من 20؟ 18. يبقى الجواب يطلع عندي 18. هنا بيقول اذا كان عندي طول هذا العين في مثلث 9 و7 فما اصغر عدد؟ طيب هنا لو عاوز اجيب الضلع الثالث في الفتره موجوده ايه، من كام الى كام؟ في قاعده اساسيه بنقول والله اكبر واقل، اكبر من الفرق واقل من المجموع. المجموع مين؟ مجموع الضلعين الموجودين. انا عندي مثلث في ضلعين معلومين 7 و9، باقي الضلع الثالث اجيبه ازاي؟ او اعرف الفتره اللي هو موجود فيها من فين الى فين. مجموع اجمع 9 زائد 7 يبقى بتساوي 16، او هنا 9 ناقص 7 يعني بتساوي 2. يبقى اذا الفتره الموجود فيها الضلع الثالث ما بين 2 و16، بس هي لا 2 ولا 16، يعني ال 2 لا يصلح وال 16 لا يصلح. السؤال عاوز اكبر عدد ولا اصغر عدد؟ لو عاوز اصغر عدد يبقى اذا 2، لا ناخد اللي بعد الاثنين يبقى مين؟ 3. لو عاوز اكبر عدد ممكن يكون عندي 15، لكن 16 لا يصلح. وبهذا يكون انتهينا من الدرس الرابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح.